عملنا استعدادات النقابة العامة للجمعية العمومية لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة بإنشاء نقابة فرعية واحدة للقاهرة. احنا وفرنا كل سبل الراحة للسادة الزملاء وأعدنا اللجان وأماكن اقتراع التصويت، كل السبل الاحترازية توفرت، كل التأمينات توفرت، السادة الزملاء المحامين هيجدوا كل الراحة وكل الهدوء في عملية التصويت على الجمعية العمومية. احنا النهاردة بنقول ان المحامين لن يمنعهم من ان يكون ايجابيا وان يحدد مصير الجمعية العمومية ان يكون مكان بعيد او قريب. نحن وفرنا مكان داخل النقابة العامة، وهذا المكان وسط القاهرة قريب من كل الأماكن في القاهرة. المكان الثاني برضو موجود حلوان، موجود القاهرة الجديدة. كل هذه الأماكن توفيرها تم مساء وأعدت إعداد جيد ومناسب. أنا متواجد هنا في المكان المهيأ لنقابة شمال القاهرة. طبعا النهاردة يوم إرادة المحامين، إحنا بننفذ إرادة المحامين. المحامين عاوزين إنشاء نقابة جديدة تشمل القاهرة الجديدة وشمال وجنوب القاهرة وحلوان. أهلا وسهلا بإرادة المحامين. المحامين مش عاوزين سواء بالعزوف عن الحضور والنصاب ما يكملش أو هم يحضروا يقولوا لا، إحنا بننفذ إرادة المحامين. طبعا زي ما انتم شايفين حضراتكم ان احنا امام لجان ابداء الاقتراع في نقابه المحامين المصريه في 49,000 شارع رمسيس. اليوم يوم العرس الديمقراطي لاراده المحامين دونما اشراف الا من اعضاء مجالسهم او اشراف منهم هم شخصيا على الاقتراع على انشاء نقابه جديده هي نقابه القاهره، نقابه الام، نقابه حلم لدى الكثير من المحامين. اليوم ابداء الاقتراع في الأربع نقابات المنشأة هي نقابة حلوان ونقابة القاهرة الجديدة ونقابة شمال القاهرة ونقابة جنوب القاهرة. وبالفعل اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة وكيل أول المجلس الأستاذ مجدي سخا قد أبدت يعني جهدا جهيدا في إعداد اللجان وإعداد بطاقات الاقتراع والتنظيم حتى يكون هناك يسر وسهولة للسادة المحامين الزملاء للقدوم لإبداء رأيهم. فكان تقسيم أماكن إبداء الاقتراع على أربع أماكن معدة طبقا لصحيح القانون بأن تكون موقع إبداء الاقتراع طبقا للنقابة المراد، نقابة القاهرة الجديدة بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، نقابة حلوان بحلوان، نقابة شمال القاهرة على يميني بالنقابة العامة، ونقابة جنوب القاهرة على اليسار بالنقابة العامة. النصاب كما تم بيان وإيضاح من السيد الأستاذ نقيب المحامين أن النصاب 3,000 بها يكون قد اكتمل النصاب وبها تتم اللجنة المشرفة على الانتخاب وهم أعضاء مجلس النقابة العامة فرز الأصوات أمام السادة المحامين على مرأى ومسمع. وقد صممت اللجنة المشرفة بالمشاركة وأنا أشرف أن كلفني زملائي أعضاء مجلس النقابة وعلى الأخص اللجنة المشرفة بأن أكون مشرفا على إبداء اقتراع في نقابة شمال القاهرة. فقد صممنا أن يكون الدخول بهذا الشكل من عبخالق ثروت كما ترون حضراتكم حتى آخر اللجان حتى يتمكن كل الزملاء من الطمأنينة والاطمئنان على أن إرادتهم الحرة لن يكون إليها عليها أي جور، كما قيل أو حتى لا يقال أن منا أو علينا أو لنا، فليس لنا إرادة غير إرادة المحامين.
النهارده انا ماسك الحمد لله رئاسه اللجنه العامه لانشاء نقابه القاهره محكمه جنوب القاهره. احنا ابتدينا فتح اللجنه في الميعاد الساعه 9، وزي ما حضراتكم شايفين كل لجان القاهره كلها جنوب القاهره موجوده، المكان متسع في انتظار الساده المحامين. كل الاماكن ومظاهر الوقايه وفرناها لخدمه المحامين، وربنا يسهل ان شاء الله.